اختتمت اليوم فعاليات منتدى حوار المنامة التي استمرت لثلاثة أيام متتالية بمشاركة ما يزيد على 400 شخصية سياسية واقتصادية وعسكرية محلية وعربية وعالمية. حوار المنامة استطاع أن يضع يده على وتر الأزمات والتحديات الأمنية التي تعصف بالمنطقة، مقدما في الوقت ذاته السبل والحلول الكافية للخروج من عنق زجاجة الاضطرابات وعدم الاستقرار الحاصل في مختلف الدول الإقليمية وأيضا العالمية. قبل ختام فعالياته، حرص حوار المنامة وعبر ثلة المتحدثين فيه على التطرق لمناقشة أبرز المواضيع التي تحتاج التوغل في سطورها. عناوين جلسات حوارية جاءت دسمة، خصوصا وأنها أتت على ذكر تثبيت استقرار الملف اليمني وإيجاد السبل الكفيلة بإعادة إعماره، إضافة إلى التطرق لجزئية التعاون الدولي ضد الإرهاب، فضلا عن تحليلات منطقية تخاطب نوعية وضع هيكل جديد للأمن الإقليمي. طبعا الملفات الأخرى هي اليمن، سوريا، مع أن سوريا تطرح بطريقة في الواقع كأنها مسألة ليست ملحة، مع أنها ملحة جدا جدا، ذلك لأني أعتقد أن الكثيرين قد فقدوا الأمل واستسلموا للأمر الواقع في سوريا للأسف. إنما اليمن هناك وسائل وهناك فرص لإنقاذ اليمن من التدهور إلى ما أتت إليه سوريا، وعسى خيرا. الديالوج في البحرين في منامة جدا مهم للمنطقة ككل ولأوروبا. أنا نائب في بريطانيا، هالمشاكل ما بتبقى بالمنطقة أو بالميدل إيست ككل، بس تصدر إلى بلادنا. الصراع الدائر في سوريا ومعالم الدبلوماسية المنجية لتلك الأزمة التي أرهقتها آلة الحرب المدمرة، عنوان لربما استوقف ممثل التحالف الوطني السوري في الولايات المتحدة نجيب غضبيان، الذي حلل الوضع بصورة واقعية. أنا أعتقد أنه النقاشات اللي دارت حول التحديات اللي نراها اليوم في العراق، في سوريا، في اليمن، في كل مكان، نحاول من خلالها أنه نفكر كما نقول خارج الصندوق لإيجاد حلول، وأيضا نثبت يعني وجهة نظرنا. أحيانا هناك شعور بأنه الصوت الخليجي، الصوت العربي غائب في بعض المحافل الدولية، فمن خلال دعوة كثير من الخبراء وصانعي السياسة وصانعي القرار، هذه فرصة لنقل وجهة نظرنا ولنحاورهم ونحاول أن نستشرف الفرص القادمة. وصف سريع للوضع الراهن في منطقة الشرق الأوسط. هناك العديد من الأزمات التي حطت بظلالها على منطقة الشرق الأوسط، كأزمة اللاجئين السوريين إلى جانب الوضع المضطرب الحاصل في ليبيا واليمن. أعتقد أن دول الخليج بالدرجة الأولى لديها الحلول المثلى تجاه ما يحصل في المنطقة من خلال ثقلها السياسي وعظيم ثقلها الاقتصادي والحنكة التي تسكن قادتها. صياغات وتفاهمات سيتم تقديمها لأصحاب القرار في إطار تلك الرؤى التي جادت بها عقول المشاركين بأسلوب يستمد موضوعيته من فحوى العناوين التي طرحت. هندسة نظام إقليمي مرن قابل للبقاء، توازن القوى في الشرق الأوسط المتخبط، الوضع المأساوي في سوريا، حال العراق وبأي صورة بات عليها، التدخلات الإيرانية في شؤون الدول الداخلية، إلى جانب الأوراق المبعثرة التي تصاحب معطيات الملف اليمني، كلها مطالب وتساؤلات استجمعت الأفكار بالشكل الذي يراد منه الإجابة عليها عبر نافذة اليوم الأخير لحوار المنامة. لتلفزيون البحرين، محمد أرشيدات.